شيخ كريم، زوجها مزعلها. تقول زوجة زوجها مزعلها، بيتعامل معاملة غير لائقة، فهي غيرت معاملتها معه لعدم تكرار هذا الأمر الذي يغضبها من زوجها. نعم، هل لها هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا نحن لا نعرف ما هو، يعني إن كان الزعل ده من أجل يعني شيء يغضب الله سبحانه وتعالى، فنقول معها حق، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن إن كان في بعض الأمور المباحة وهي يعني لا تطع زوجها في الأمور المباحة، نقول لا، في الأمور المباحة عليك بطاعة الزوج. لكن إن كان الأمر فيه يعني نهي من الشرع وهو يأمرها أو ينهاها عن أمور غير شرعية، فمن حقها أن تبين له وأن تغير المعاملة من أجل أن يشعر أن هذا لا يجوز. يعني والله أنا برضو نريد أن نسمع ما هو طبعا في تفاصيل. أيوة طبعا، لأن ده